بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلود وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فزاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي وجه لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أعلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم وللكافرين. والذين جاء بالصدق وصدقوا به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوء الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف أبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل هل بي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. ومن يأتيه عذاب يؤذيه ويهل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق شبابك وقرب فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين وموتها والذي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لو تدعوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان نور دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يحسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن كوباو دكتور دولو دكتور دي لبانون دونا مانكو سيهات أنك كو إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساهرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول إن ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك
قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات والأرض مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفق في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأرقت الأرض بنور ربها ووضئ الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وَوُفِيَ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وُضِعَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها بنيت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. Bapak korup, cahaya iya, nak jadi raja. Gila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu apa banyak kotor. Amin. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. وغفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يرون تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وأما كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدينوا بالحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يعملون رأن العرش ومن حوله ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم
ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم أنفسكم إن تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيينا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالأمر لله العلي الكبير والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوما تلقى يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وأسرا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقع ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وآمان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معهم واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينه أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات
bayyinatin min rabbikum wa iyyahu kaziban fa alayhi kazibuh wa iyyahu sadiqan yusibakum wa adun lazi yaidukum inna allaha la yahdi man huwa muribun kazzab ya qawmi lakumul fulku yawma zahirina fil ardi faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana qala fir'aunu ma uriikum illa ma ara wa ma adikum illa sabila rushad وَقَالَ الَّذِينَ آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِنْ دَابِّ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ Bapak ko, kau tuh turunan. Banyak di penjara tuh, wong turun yang korup. Namun cak kau. Mila dabi qawmi nuhin wa adin wa samuda wallazina min ba'dihim wa mallahu yuridu zulman lil ibad wa ya qawmi inni akhafu alaykum yawman tanad wa yawman tuwalluna mudbirin ma lakum min allahi min asim wa man yulilillahu fama lahu min hadd ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا ألقى قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مغرب مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم suruh mundur, gak kalah mundur gilo gak diturun ke masa, malu iman apa dia, iman dia kaburo makotan indallahi wa indallazina amanu kazalika yatama'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar babi Gus Dur tuh makan nak lemak di istana sana waqala fir'aun ya manu banili sarhal la'ali ablughul asbab asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa Musa wa inni la'zunnuhu kaziba wa kazalika zuyina li fir'aun isu'u amalihi wa sundanis sabil Mangkau yang berkacau anak-anaknya itu. Wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab wa qala allazi amana ya qawmi tabi'uni adikum samila rushad ya qawmi innama hazil hayatun dunya tembakan begitu Ya qawmi innama hazih layadun dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul qarar sudah-sudahlah awa iblis Fir'aun mati besaruh man amila sayiatan fala yujza illa mislaha wa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa'ula فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَغْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ilmu wa ana ad'ukum ilal azizil ghafar bapak yang dokon maka ngirim jin dia mati besar roh
La jarma anna ma tad'unani ilayhi laysa lahu dawadun fid dunya wala fil akhirati wa anna maradana ila Allahi wa anna al-mudrifina hum ashabun nar فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَّاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أدخلوا آل فرعون شد العذاب وإذ يتهاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار وقال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب أنا قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم تقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكثر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اللهم الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله رب خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء
Bina wa sawaraku fa asana suwaraku wa rozakoku minan toibat zalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mulisina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات بربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. Coba Pak Dion ini, nggak makan lemak, tapi babi. والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. Mana berpikir dia? Mai yutawa pamen komlo walita balu ajala musama wala alakum takilun walladzi yuhyi wa yumit fa iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun alam tara ilal ladzina yujadiluna fi ayatillah anna yusrafun allazina kazabu bil kitab burik ham ngutang tuh kok tuh nyembelih wong kalau sudah ngutang Gus Dur tuh buta mana tahu anak buahnya ngutang sama cak ulama yo yang jadi tangan kanannya buta kalau izin Allah. Nah, ada tuh lama tuh buto. Dia tidak kate duit, nak bangun. Beli tanah tuh, bukannya minta nak bangun. Modal. Minta bangun nih gila, minta bangun nih. Itu banyak mati di Sulawesi itu. Kate yang nak ngangkat di kuburan dia tuh. Kalau tidak jadi presiden. Siapa dia tuh? Pembuto. Sopo yang namun izin Allah lupi anagi wassalasil yashabun fil hamim summa fin nari yusjarun summa kilalau aynama kuntum tushikun min dunillah qalu dalu anna bal lam takun nada'u min qablu syai'ah kazalika yudilullahu al-kafirin zalikum bima kuntum tamra'una fil ardi bighayril haqqi wa bima kuntum tamra'un. Masih Cak Salman tuh gila korupsi triliunan. Begawe apa ngangkat batu dia, nyual batu, muat semen, muat batako. Mana ada hasilnya triliunan. Angkat beda pernah megang tongkat ya tuh. Uang gila kalau yang mana nak hidup uang Arab tuh gila banyak. Makan nak lemak. Gila.
summa finnari yusjarun summa kilalam aina ma kuntum tushikun min dunillah qalu dalu anna ballam nakun nada'u min qablu shay'ah fazalika yudillullahul kafirin zalikum bima kuntum tamra'una fil andi bi ghairil haqqi wa bima kuntum tamra'un. Darahnya itu sudah banyak kotoran, korup gila nian, makan yang bareng haram, anak jelek kalau, malu ke nabi be. Zalika yudillullahu al-kafirin zalikum bima kuntum tamrohun fil andi bi ghairil haqqi wa bima kuntum tamrohun udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha wa bisa mathwal mutakabbirin fasbir inna wa'dallahi haqqa. Awak kamu jebak pilat ini. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. Sudahlah, awak penakut. Takut mati kelaparan. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Urusi anak kau tuh. Anak banyak minta makan dengan wong. Maka na rasulin ayati bi ayatin illa bi innillah fa iza jaa amrullahi kuniya bil haqqi wa khusiruna likal mubatilun. Bukan suri toladan minta makan dengan wong tuh. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun wa lakum fiha manafi'u wa litablughu 'alayha hajatan fi sudurikum wa 'alayha wa 'alal fulki tuhmalun wa yuriikum ayatihi fa ayya ayatillahi tunkirun. Apalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul lazina min qablihim kanu ansharu minhum wa ashadda quwatan wa asharan fil ardi fama aghlahu ma kanu yasibun falamma ta'anhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilmi من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وَخِسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. Sudahlah. Kok nakut diajak ketembakan tak galak. Surtola dan aku. A'udzu billahi sadaqallahu azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minarrahmanirrahim. Kitabun fusilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun. Bashiran wa nazirah. Wa arada aksaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi yakinatin mimma tad'u
mimma tad'una ilayhi wa fi azanina wa qaru wa min bainina wa bainika hijabun famal innana amilun qul innama ana basharun minkum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun fastaqimu ilayhi wastaghfiru وويل للمشركين الذين يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أردوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود إن جاءهم رسل من بين يديهم من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلى الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنما بما أرسلتم به كافرون فأما نون فاستنبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم ثم أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الهي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أنزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأعمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم
Wala julunum walakin zalantum anna Allah ya'lamu ma kasiram kasiram mimma ta'malun wa zalikum zannukum allazi zalantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin fa iyasbiru fannar mathwan lahum وإن يستنتبوا فما هم من المعتبين فقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلنا Adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Oh, sekali lupa. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu Malaikatu an la takhafu wa la tahzanu wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tantahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulam min ghafurin rahim. Suruh kau nak jalan mana? Jalan nak kau bangun gunung emas. Apa nak kau bangun sampah terserah kau. Di situlah kami. Nak bertembakan di mana terserah, tinggal kau pilih. Walakum fiha ma tantahi anfusukum walakum fiha ma tanda'un nuzulam min ghafurin rahim man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsanu fa idza allazi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim wa imma yanzaghannaka minash shaitani naz'un fasta'iz billah innahu huwas sami'ul alim wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. الله أكبر.
ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خيرا أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير بوالله نوكلير أجي كو تاو di mana kami innal ladzina kafaru bi dzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la yatihil badilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Itu pelajaran kamu kan, pelajaran agama kamu muat ke nuklir. Mayuqalu laka illa ma qadakila lirrusuli min qablik inna rabbaka lazu maghfiratun wa zu iqabin alim walau ja'alnahu qur'anan ajamiyan laqalu laula fussilat ayatu ajamiyun wa arabiyun qul huwa lillazina amanu hudan wa shifa' والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبق من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب بل أمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إليه رد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أعمامها وما تعمل من أنشى ولا تدع إلا بعلمي ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يزعم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه شر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ولننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء أريد قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين له أنه الحق أولم يأت بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.
Sadaqallahul Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim Ain Sin Qaf. Kazalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablik. Allahu al-Azizul Hakim. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Wa huwa al-Aliyyul Azim. Takadu samawati yatafattarna min fawqi inna wal malaikati yusabbihuna bihamdihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Ala inna Allaha huwal ghafurur rahim. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاتر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدعوكم فيه أليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفارقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادعوا فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يؤمنون بالله من بعد ما استجيب له حجتهم داهرة عند ربه وعليه غضب وله عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أن الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرص الآخرة نزد له في حرصه ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها وما له بالآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يلزم به الله ولولا كلمة الفضل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذين يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنى إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا وإن يشأ الله يختصم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وينتجب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الحياة ومن آياته الجوار في البر كالأعلام إن يشأ يلقن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. وما أوتيتم وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين تجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون.
وجزاؤه سيئة سيئة مثلها. Api harbor berlabuh di sini pula pilat man apa wa aslaha fa ajaruhu ala Allah innahu la yuhibbu zalimin wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma fa ulaika ikam Per harbor itulah pesantren itu. فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشئين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. Pearl Harbor, pesantren, salary, berhubungan itu, ekonomi, skins. Ala inna zalimina fi azabim mukim. Tahu lah manajemennya. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ وَإِنْ أَرَدُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَن يَشَاءُ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكر أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء وكيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه من يشاء إنه ولي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر سوءا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتي من نبي إلا كانوا به يستهزئون فألقنا الشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر وانشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتلتوا على زوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أمن تخذ مما يعلم بنات وأطفالكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مودا وهو كظيم أفمن ينشأ بالحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا تارسون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبل في قرية من نذير ألا قال مرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقلنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في حكمه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءه الحق ورسول مبين ولما جاءه الحق قالوا هذا سر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم هم يقسمون رحمة ربك لأن وزعنا بينهم وإنشدهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لينتخذ بعضهم بعضا سريا ورحمة ربك خير مما يجمعون لولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر برحمن لبيوتهم سببا منه
ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها ينتجعون وزارفة وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربنا للمتقين ومن يشوء عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونه عن السبيل ويحسبون أنه مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون فأنت تلمع ثم أعطان الأم يوما كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فلتمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون فاسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا جعلنا من دون الرحمن آلهة ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه وقال إني رسول رب العالمين ولما جاءوا بآياتنا إذا هم منها يضحكون ونريهم من آية إلا هي أنشر من أهلها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكسون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار أنهار تجري من تحته فلا تبصرون وأنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ولولا ألقي عليه أمرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما سبونا انتقلنا منهم وأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يسجدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو قيل لهم ما ضربوه لك إلا أجله بل هو قوم خصمون إن هو إلا أبدا أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولم نشاء جعلنا منهم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم وليصدنكم الشيطان إنه له عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال لقد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واتقون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعدهم لبعض
tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin yadkhulun jannata antum wa azwajukum mutahharun tawfa alaihim bisihabin min zahabin wa awwab fiha ma tashtahihim anfusuhum wa tazurru ayun wa antum fiha khalidun وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة ومنها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين نادوا يا مالك وليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أمروا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نعلم سرهم ونجواهم ولا ورسولنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولدا فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض ورب العرش عما يصفون ذرهم يخونوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وفي قيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاسأل عنهم قل سلام فسوف يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يورق كل أمر حكيم له أمر من إننا إنا كنا مرسلين رب من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوما تأتي السماء بدخان مبين من شمس هذا عذاب أليم رب ناشر أن العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه قالوا معلم مجنون إن كاشف العذاب قليلا إنه عائد يوم نبطش بطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلم على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني قلت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون دعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنهم متبعون واترك
Surakallahu alazim.